منزلة الفقر باصطلاح أهل التربية وأهل السلوك لا بمعناه الشائع في كتب اللغة وعند الناس أجمعين. ومنها هنا سمي في التراث الإسلامي الزهاد والصالحون بالفقراء. وإني لأعلم أن هذه اللفظة اليوم قد جري بها أو جري عليها في التسمية للدلالة على قوم قد لا يستحقونها، أعلم ذلك. وما ينبغي للإنسان إذا فسدت طائفة من الناس أن يفسد عبارات القرآن الكريم ولا يستعملها. كثير من الكلمات والألفاظ اللي استعملها الله عز وجل في القرآن الكريم واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام السنة النبوية أو استنبطها بعد ذلك الصالحون من الأمة في القرون الهجرية الأولى وخدموها بواحد الشكل معقول وسليم، إلا أن الانحراف والإعوجاج والضلال الذي وقع في عصور الأمة المتأخرة أفسد معاني هذه الألفاظ. يعني هذه الكلمات هذه أو بعضها اللي كان في الأصل مزيان الناس عوجوا في الاستعمال بسبب سوء سلوكهم وأخلاقهم وبدعهم وضلالاتهم. ما يكونش هذا الوضع الشاذ والمنحرف اللي وصلت له طوائف من الأمة سبب باش نتخلاو احنا على الألفاظ القرآنية ديالنا. مثلا لفظ الجهاد في سبيل الله صار يقرن اليوم بما ليس فيه، فالمجاهد في سبيل الله إنما ذلك منزلة من أحبه الله عز وجل. ولو الناس بسبب سوء الاستعمال في بعض الأحيان كاين الناس اللي ماشي صالحين في السلوك ديالهم أو ما كيمثلوش الإسلام تمثيل حقيقي في بعض الأحيان أو باجتهاد فيه أخطاء كثيرة يكون سبب باش حنا نخسروا هذه اللفظة ويولي الإنسان يتحاشى ويهرب على اللفظة ديال المجاهد ما يطلقهاش على أهل الإيمان. لا أبدا، هذا اللفظ لا يجوز أن نتركه نظرا لأن الكفار لا يريدون أن يكون المسلم مجاهدا، إذ فرغ اللفظ من محتواه ليملأ بمعاني من مثل الإرهاب ومن مثل ما تعلمون وتسمعون. الفظ ديالنا ديال القرآن الكريم نشد فيها حتى نموتوا. من مثل هذا وقع للفظ الفقير، بحال هذا الشيء وقع الفقير في كثير من الأحيان. نشوف الفقير لا شيء يدل فيه على الفقر بالمعنى الذي ذكره الصالحون من الصلاح من التعفف في ذلك المعنى التعبدي العظيم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم من قوله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فصار أهل الصلاح يسلكون إلى الله عز وجل عبر هذا المعنى. هذا معنى عظيم، هذا منزلة رفيعة من منازل الإيمان، ما يخليناش الوضع المنحرف والمنحط لبعض من يتسمون بالفقراء في هذا الزمان، لأن بعضهم ولا أقول كلهم لأني لا أعرف أخلاق الجميع، بعضهم نراه فعلا لا علاقة له بمعاني الإيمان إلا كالمتسمي بعبد الرحمن وعبد التواب وهو أبعد عن الرحمن وأبعد عن التواب. ما يخليناش الوضع المنحرف ديالنا أننا نضيع الكلمات القرآنية والألفاظ القرآنية والمعاني القرآنية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الناس لفظ عام مستغرق لجميع جنس البشر، الناس. فالله عز وجل لم يخص ناسا دون ناس بل عم كل الناس، والمؤمن يفهم من ذلك ما لا يفهمه غيره. الله سبحانه وتعالى حكم حكما عاما بلا تخصيص مطلقا بلا تقييد على أن كل البشر فقراء. وخاتشوفوا بلغ أعلى مراتب الغنى المادي من المال، فهو لو فطن لحقيقته ولوضعه لوجد نفسه من أفقر الناس. فقراء إلى الله عز وجل ما دامت الكنوز كلها، سواء ما علمت أو ما لم تعلم، وسواء ما كسبت أو ما لم تكسب، كل ذلك بيد الله، وليس بين يديك من ذلك إلا عارية لا
داكشي اللي عندك من المال راك غير مسلفه، أعطيه لك الله تعالى عارية أمانة تتصرف فيه مستخلفا فيه. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، وهذه قاعدة من قواعد الاقتصاد الإسلامي. الفهم ديال المسلمين للمال والمصارفات المالية كيتبنى على مبادئ عديدة من بينها هذه القاعدة: المال مال الله، والبشر راهما غير وكلاء موظفين خدامين فيه، بحال داك اللي خدام في البنكة يحسب الملاير في النهار وما عنده والو حتى حاجة ما ديالو من داكشي. فكذلك ولله المثل الأعلى، وضع الناس كل الناس في الأرض حيث يتصرفون في الأموال مما يظنون أنهم يملكون، كيسحب له راه ملك، ولا مالك إلا الله. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. غني بذاته سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، حميد اتصف بكل صفات الحمد والمجد سبحانه وتعالى. والإنسان هو الضعيف الفقير المحتاج. فإذا تحقق المؤمن من هذا المعنى، إن معاني الإيمان تعطت للكافر والمؤمن، ولكن يفقهها من فقهه الله في الدين، اللي يذوقها ويعرفها هو المؤمن اللي يبغاه الله عز وجل. وإلا فالله عز وجل خاطب الناس أجمعين: يا أيها الناس، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس، فكما خاطب كل الناس بالإيمان خاطب كل الناس بهذه الحقيقة القرآنية العظيمة، حتى إذا آمن بها من آمن وأدرك المؤمن أنه ليس على شيء من المال، وأن كل كسبه وكل ما يظنه من مال تحت تصرفه إنما هو عارية بين يديه، إنما هو وكيل عليه، سيحاسب عليه حرفا حرفا. هل أعطيت لشي واحد المال ديالك يتاجر فيه؟ ولله المثل الأعلى، ولما كيجيك تقول له أعطيني الحساب، فين رأس المال فين الربح، واجب عليه يعطيك الحساب بالنقطة والفاصلة. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال. المؤمن يدرك حقيقة أنه في ماله متصرف بإذن الله، مستخلف فيه، أمين، يجب أن يؤدي حق الأمانة في المال كما يجب أن يؤديها في كل شيء. إن عرضنا الأمانة والمال من تلك الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وبينا من معاني هذه الآيات مرات: ظلوما لنفسه إذ تحمل ما لا يطيق فسهل الله عليه بعد ذلك، جهولا بطبيعة الحساب وبثقل الأمانة فغفر الله عز وجل له ذلك إذا صدق الله في القصد والإرادة وبذل الجهد ولم يغش ولم يخن ما عاهد الله عليه من تحمل الأمانة. إذن الفقر معنيان. دابا كيبان بأن الفقر جوج المعاني: الفقر اللي معروف عند الناس، اللي إنسان ما عنده فلوس فقير، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فقراء ما عندهمش باش يضربوا في الأرض، باش يصفروا التجارة، باش يركبوا ويجاهدوا في سبيل الله، ما عندهم. هذا نوع من الفقر قد يكون في الإنسان وقد لا يكون، وما عندوش علاقة بالإيمان. في المؤمن قد يكون فقيرا بهذا المعنى وقد لا يكون. عثمان بن عفان كان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، أبو هريرة كان من فقرائهم. فإذن هذا معنى أول: الفقر بالمعنى المادي، عندك ولا ما عندك. أما الفقر بالمعنى الثاني فهو عام في جميع الصالحين، يعني حتى ذاك اللي عنده الملاير كيمكن يكون فقير بهذا المعنى إذا استشعر أن ما يملكه من مال لا يملكه على الحقيقة، وأن ما هو فيه خليفة. المال مال الله والبشر مستخلفون فيه، فيكون فقيرا بمعنى التعبد، بمعنى الخضوع لله عز وجل والإنصات لأمر الله ولنهيه فيما شرع من أحكام المال.
يكون هذا فقير إلى الله عز وجل، يستشعر الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، ويذوق حينئذ طعم الغنى. تمك الذوق الغنى، شكون هو الذي أحس بالفقر وإن كان يملك المال ملك عارية كما بينا، حينما يسلك في ماله إلى الله بهذا المعنى يجد حلاوة الغنى. أنا نبين هذا الكلام بإذن الله. شحال من واحد عنده المال تايق وما كيلقاش حلاوته في فمه، عايش بالمال المرارة والضنك والشقاوة والعياذ بالله، لأنه ظن أنه قد ملك، سحب له راه ولا يملك حقا، فأراد أن يدير المال فأداره المال، بغى يسير هو المال شوية، لقى المال كيسيره فصار عبدا للمال بدل أن يكون عبدا لرب المال. وهذا مع الأسف كثير من الناس نشاهده اليوم، هذا حاله ووضعه. هذا فقير بالمعنى الحقيقي للكلمة، بمعنى أنه عايش فعلا الفقر المادي، هذا عايش الفقر المادي. المال الذي لا يسعدك ما قيمته؟ ما عنده قيمة، بنقص منه. المال الذي يشقيك ويرديك، يعذبك نفسيا في الدنيا ويعذبه والعياذ بالله عذابا شديدا في الآخرة، نسأل الله العافية، فهذا ليس بغنى، هذا ماشي الغنى، هذا هو الفقر الحقيقي. أما الفقر التعبدي فهو الغنى عينه، اللي شعر بأنه بماله لا يملك وإنما المالك هو الله عز وجل، هذا غني، لأنه أولا يستفيد من ماله في الدنيا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، يستفيد حلاوته ويستفيد طعمه ويستفيد جماله في نفسه وفي من حوله، لأنه يتذوق نعمة المنعم ويشكر الله على تلك النعمة. ما كيحمد الله عز وجل حقيقة إلا اللي حس بالنعمة. تلقى الإنسان والعياذ بالله يملك الملايير وعمره ما ينطق بكلمة الحمد لفظا أو فعلا. علاش ما كينطقش بكلمة الحمد؟ لأنه ما كينطق بكلمة الحمد غير اللي لقى الحلاوة والشعر بأنه في سعادة، هذا يحمد الله. وكم من شخص يأكل تمرة أو زيتونة ويجد لها من اللذة ما لا يجده صاحب الشواء. هاد صاحب التمرة وصاحب الزيتونة من اللي يحس باللذة والراحة والهنا ديال البال كيقول الحمد لله، هذا هو الغنى، هذا غني. ولذلك سماه العلماء من قبل مقام الغنى العالي، يعني هذه منزلة ديال الغنى العالي، لأن كاين الغنى النازل وهو غنى أغنياء التراب، اللي عندهم مال التراب هذو أغنياء الأرض، أغنياء التراب. والذين اغتنوا بالله هذا غنى عالي، لأنه ارتبط برب المال لا بالمال، المال وجه للتراب، ورب المال سبحانه وتعالى رب الكون. فمن كان غناه بالمال فقط فهو التراب سواء، ومن كان غناه بالله فكان حينئذ في المقامات العلى، عالي عالي جدا، لأنه ارتبط بالله عز وجل، الغنى العالي. ولذلك قد يكون فقير المسلمين من حيث المال المادي غنيا بالله بالغنى العالي. ومن هنا كان الله عز وجل يربي نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه المعاني الكبيرة، ويربي الصحابة معه والمسلمين بعده إلى يوم القيامة. ومن ذلك وهو كثير في القرآن، كثير جدا هذا المعنى، من ذلك قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عجيب، الإنسان سبحان الله العظيم قد يحدث له في حالات من الضعف، الإيمان شرة وفترة، مرة الإيمان يطلع مرة كيهبط، وبعض الأحيان الإنسان كيغفل ويعيا الإيمان ديالو، كيدوز بين القصور وبين أهل اليسار من اليسر يعني والمال الكثير من اليسر، ويبدأ يتمنى لرسول بحال هذاك القصر وبحال هذيك السيارة الفخمة وبحال هذاك وبحال فلان وبحال فلان. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه
والخطاب القرآني من حيث بلاغته كما تعلمون عجيب. ولا تمدن عينيك إلى، إلى حرف جر يفيد الغاية، إلى ما متعنا به أزواجا منه. ما تخليش عقلك يولي الغاية ديالو بحال هذاك الشيء، أنت فوق هذاك الشيء، أنت يجب أن تطلب الغنى العالي. إلى مشاين عينيك تحصروا في الحيط ديال القصر أو في الشكل ديال سيارة، شحال بعد شحال ما بعدت ولو، راك تشوف قريب جدا، أنت ما زلت في الأرض، أنت ما زلت في التراب. لا تجعل غايتك إلى غير هنا تراب، بل مد عينيك إلى ما هو أعلى 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 من ذلك. ما يكونوش عينيك ما كيشوفوش بزاف، قصير قصير النظر، حسير البصر، باش يولي الشوفة ديالك قريبة ضعيفة. إلى ما متعنا به أزواجا منه، شنو هذاك الشيء؟ زهرة الحياة الدنيا، والزهرة هي أقصر شيء يعمر في النبات النورة. مرة واحدة كدبل هي عندها منظر جميل ورائحة زكية تجذب الإنسان، مرة واحدة يلتفت الإنسان للوردة أو الزهرة، ولكن شحال عمرها؟ أيام، وتذبل وتساقط أوراقها في التراب، وكل الذي فوق التراب ترابه. زهرة الحياة الدنيا. ثم يقرر الحق سبحانه وتعالى طبيعة تلك الزهرة، وجاء بلام التعليل. ها العلة علاش أعطاهم الله تعالى ذاك الشيء؟ لنفتنهم فيه، ابتلاء وفتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. شكون اللي ينجح شكون اللي يسقط؟ فلما تتمنى أن تبتلى؟ شحاج هو واحد الامتحان، ما تعرف ما تضمن واش تنجح واش تسقط. لنفتنهم فيه، إذن أطلب رزق ربك لا ما بأيدي الناس. ولذلك قال مباشرة ورزق ربك خير، خير من زهرة الحياة الدنيا، خير مما متعنا به أزواجا منهم لنفتنهم فيه. وأبقى، لأن الزهرة تذبل في أيام، ورزق ربك لا يذبل أبدا، خالدين فيها أبدا، لا يذبل أبدا. ورزق ربك خير وأبقى. إلا أن لنا هاهنا قاعدة، الإسلام وسط، لا إفراط ولا تفريط. ماشي معنت هذا الشيء أن الإنسان لا يجوز له أن يطلب المال، يولي بنادم خايف من المال، ما خصوش يكسبه ويسعاله، لا، ليس هذا هو الغرض، ويلبس المرقعات ويشروط، لا أبدا، ليس هذا هو الغرض، بل هذا من الابتداع في الدين. ومثل هذا المعنى هو الذي حرف معنى الفقر من الصلاح إلى الطلاح، وضيع الناس في عداد من القيم الإيمانية العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا الشمائل المحمدية، كان كما حدثت عنه عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يدوز الشهر والشهرين ما تشعل شيء النار في الدار، ما كيلقوا ما يطيبوا، ويظلون على الأسودين الماء والدقل، كيبقوا عايشين على الأسودين، الماء والتمر، يعني بحال الخلط للحشف، أقل من الخلط، الدقل رديء التمر، شهر شهرين وأكثر. ولكن ماشي معنى هذا الشيء أنه إذا عرضت عليه النعمة تردد ورفض، لا، كان يحب لحم الكتف، من اللي القشة الدبة مشوية يأكل منها أخيرها وأفضلها، يحب لحم الكتف ويستعذب له الماء. كان يأكل الشعير فإذا وجد أكل الثريد. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النعمة يضرب للذي العبد المؤمن، كيقول بسم الله، وإلى مشات ما يتحصرش عليها، ما يتعذبش نفسيا، ما يتعقدش ويقول فلان عنده وفلان عنده وأنا ما عندي، هذا إذن انحراف. فإذن المؤمن مطالب بالكسب، ولكن بلا ما يولي عنده عقاد، وبلا ما تولي عنده رغبة في المال لواحد الدرجة تولي هي غيته إلى ما متعنا به أزواجا منهم. ما يكونوش عينيه مرتبطين فقط بديك الجدار ديال المال، شوف بعيد، انظر إلى ربك، أن تعبد الله كأنك تراه، واسلك إليه عبر كسبك، يعني المال يكون وسيلة تسلك به إلى الله،
رب كل شيء سبحانه وتعالى، تكون حينئذ غنيا بالغنى العالي، فقيرا بمعنى عبد الله، لأن كل عبد لله إذا حقق العبودية لله حقا عبد الله فهو الفقير إلى الله، ويكون جمع بين الحسنيين، وذلك هو الإسلام، ذلك هو الإسلام. أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له، لكني أفطر وأصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يجمع بين هذه وتلك. فالفقر إذن ليس انقطاعا عن الدنيا، مش انقطاع، ولكنه انقطاع إلى الله، ليس انقطاعا عن الدنيا ولكنه انقطاع إلى الله، ما كيديرش الإضراب على الدنيا، ولكن كيتفرغ بالدنيا لعبادة الله، يستعمل الدنيا وسائل يسير بها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فإذا المؤمن حينما يذوق من هذا المعنى أنه بالله يستغني وعن الله لا يستغني، يكون حينئذ فقيرا إلى الله، يستغني بالله، وعمرش واحد من دون الله ما يغنيه، هذا هو الفقير إلى الله حقا، الذي ذاق طعم هذه المنزلة وتحقق منها وصارت له صفة، وصار سلوكه بها إلى الله عز وجل ثابتا مستقرا. الله عز وجل حينما أراد سبحانه وتعالى أن يبشر رسوله الكريم ويطمئنه ويؤنسه، وقد غم واغتم عليه الصلاة والسلام بانقطاع الوحي عنه فترة، فاش نزلت عليه سورة الضحى، قال له فيما قال: ووجدك عائلا فأغنى. المفسرون ذكروا في ذلك قولين أو ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا: يا ودي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل ما يتزوج بخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين كان فقير يتيم، ما خلاله به مال، ما عنده، فلما تزوج بخديجة جاب له الله المال ديال المرأة ديال. هذا قول من أقوال المفسرين. وبعضهم قال: لا، ليس هذا هو المقصود، بل وجده بغير مستند، ما عنده علاش يتكي وعلاش يورك في القبيلة، يتيم وما عنده قاعدة إيمانية يلجأ إليها، كان حائرا ضالا، ووجدك ضالا فهدى، فأغناه الله بعبوديته بالانتساب إليه، لما صار عبدا لله حقا وصدقا أغناه الله بهذا المعنى، أي الإيمان، أغناه بالإيمان. وقال ابن القيم رحمه الله، وهو صاحب التفسير القيم: الأولى الجمع بين المعنيين، والقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح إن أمكن، وهو في هذين المعنيين ممكن، فقد وجده الله عز وجل فقيرا بالمعنى المادي وأغناه من رزقه سبحانه وتعالى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للتقوى أغناه الله بالمال وأغناه الله بالتقوى، وهو الحق إن شاء الله. فإذن المؤمن يمكن أن يجمع بين المعنيين، لما لا؟ فالغني بالمال الذي أعطاه الله له يمكن أن يحقق الغنى مرتين: غنى المال المكتسب من رزق الله، وغنى الإيمان بالله عز وجل إذا أيقن أن ماله ليس له وإنما هو لله، أما العبد فهو كما ذكرت مستخلف فيه. الفقر التعبدي واحد الصفة كتعطي الإنسان واحد السكينة والراحة، هذه الثمرات الإيمانية نتحدث عنها الآن، كتعطي العبد القناعة وكتعطي العبد الراحة، الراحة ديال الإيمان، وعمره ما يتصاب بما يصاب به الإنسان الطالب بالمال أو الطالب للمال بالشره، لأن اللي كيطلب المال بالشره إلى صابه يستغني بالمعنى السيء، كيستغني بالمعنى العوج، وذلك قول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كيتصاب طغيان، وإذا ما صابوش كيحمق، كيتعقد نفسيا ويتوسوس ويمرض، هذا الذي يطلب المال بالشر. فإذا طلب ذلك بالمعنى الذي قلنا بصفة الفقر وجد المعنيين اللذين ذكرتهما آنفا، قلنا فهو يجد
القناعة، لك الشيء اللي أعطاه ربي كيقول الحمد لله، يبذل جهده يعمل وقول اعملوا، واللي وصل لها كيقول الحمد لله، يرتاح بما أعطاه الله له، ويعرف بأن هذا نصيب قدره الله له، فيرضى بقضاء الله وقدره في أنصبة المال، وذلك من كمال الإيمان ومن كمال الرضا عن الله وعن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحس بالرضا. فإن فقد ذلك فهو من الساخطين على ربه والعياذ بالله، فيسخط الله عليه والعياذ بالله، إن المعاني متقابلة، من رضي عن ربه رضي الله عنه، ومن سخط على ربه سخط الله عليه، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالقناعة إذن سلوك إيماني، ولكن الأصل دياله في العقيدة ديال المؤمن، ما دام يوحد الله عز وجل، ما دام يوقن في الله عز وجل من اليقين، ثم بعد ذلك قلت يجد الراحة، بقى مرتاح، ما كيبقاش عايش القلق اليومي. كتلقى البنادم سبحان الله العظيم غرق في المال، وعايش واحد التعب، واحد الشظف، ديما معبس، ديما مكرفص، كل ذلك إنما سببه أنه لم يقنع بما أعطاه الله له. وحيث لا يقنع الإنسان يسلك به إبليس إلى طرق الحرام بسهولة. وسبحان الله شفنا الناس مع الأسف الشديد اللي عندهم ماشي الكفاية ديال المال، فائض، ومع ذلك بقي جبد مع الربا. علاش؟ ما راضيش يفوتوا فلان في المقاولة الفلانية، أو التجارة الفلانية، أو المنافسة الفلانية، الناس داروه ومازال ما دار، وهو غارق في المال، فيتعاطى للربا ويغرق في الأبناك، ديما عايش والعياذ بالله في الحرام. وربي تعالى كيكون عاطيه في كثير من الأحيان الأصل ديال المال ديالو حلال، ويلطخو ويوسخو، والربا صفر يضرب فيه الرقم الصحيح فيعطي صفرا. لما كيكون عندك الحساب 1 2 10 100 ضربه في صفر كيعطيك صفر، هذاك الصفر هو الربا. عندك 1000، عندك مقدار قيمة حقيقية مفيدة، علاش كتدخل عليها الصفر؟ ذلك رأس المال الطيب، أبقه طيبا واكسب به طيبا. تمشي تهز فرنكات ديال الربا ضربتهم في 1000، أنت صدقت في الصفر. وعرف العلماء المال، علماء الفقه، من معاني الدقة عند العلماء الفقهاء في تعريف المال، أنه الذي يصح امتلاكه واكتسابه. لو أن شخصا يمتلك 1000 رأس من الخنزير، عنده 1000 رأس من الخنزير، الفقهاء ما كيقولوش هذا عنده مال، ما عندوش، لأن الخنزير لا يصح اكتسابه ولا يجوز، ولذلك لم يقطع يد السارق إذا سرق الخنزير. السارق يسرق فتقطع يده، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، السارق إذا سرق مالا حراما لا تقطع يده. إن كان الخنزير يملكه ذمي نصراني ولا يهودي يعزر السارق ولا تقطع يده، اللي سرق خمارة متجر ديال بيع الخمور لا تقطع يده في الشريعة الإسلامية، ما السرق لصخ ليس بمال. فالعلماء في الإسلام لا يسمون المال مالا إلا إذا كان حلالا، اللي يمشي يسرق المال الحلال ديال عباد الله سرقه وبلغ النصاب وما كاين حتى شبهة، هذا تقطع يده. وإنما مثلنا بالفقه لغرض المعنى، وهو أن المال حتى يكون طيب حلال عاد كيسميه العلماء مال. فإذا كان لك المال الحلال الطيب وتمشي تدخل عليه الحرام أضعت مالك، وانتقلت من الغنى بالله إلى الفقر الحقيقي، فقرين بالمعنيين، بالمعنى المادي والمعنى الروحي التعبدي. فأنت فقير لأنك لا تملك شيئا حقا، الشيء اللي عندك ليس بمال. وفقير ليس بالمعنى التعبدي، لكن فقير لأنك لا تملك في الدنيا ولا تملك في الآخرة والعياذ بالله. فالمؤمن إذن إذا غني بالله وليس عن الله فإنه لا يستطيع أن يمد يده إلى الحرام. أما إذا غني عن الله، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فهو حينئذ يشره، يتصب شره قلة القناعة والعياذ بالله. بحال هذاك اللي كيتصب مرض العطش، كيشرب وما كيرواش، كيقول سقيوني ويشرب ما يحس والعياذ بالله بالري، ما كيرواش. فالذي يشرب المال الحرام لا يرتوي من المال أبدا. فإذا نشكي واللي يدير يقلب عليه من جميع الوجوه، من وجوه الرشوة ومن وجوه الغصب ومن جميع وجوه الحرام،
من وجوه الربا كل الوجوه والعياذ بالله، فيبوء بإثم على إثم على إثم حتى يرضى في نار جهنم إلا أن يتغمد الله بتوبة قبل وفاته. صفة الفقر الإيمانية صفة رفيعة وصفة محبوبة في الإسلام، ما خص شاي المؤمن يفرط فيها سواء عنده ولا ما عندوش من مال الدنيا، أبحث على صفة الفقر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويعيش مع المساكين ويجلس بين المساكين مع الفقراء، وكان فقراء الصفة من خير الناس. واحد العداد ديال الصحابة خلوا المال ديالهم في مكة وهجروا المدينة وتحولوا، كان عنده ولا ما عندوش، ولكن ما عندوش في ميزان الناس وعنده في ميزان الله، عنده رصيد عالي من الإيمان وما اكتسبه بعد ذلك من رزق الدنيا حمد الله عليه. كالإمام الزهري رحمة الله عليه يقول: إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعلى الدنيا العفا. إذا دخلت الدار ولقيت رغيفة طرفت الخبز شربت أمها ربحنتما بالدنيا فعلى الدنيا العفا. علاش؟ كيقول لك أنا كيهمني من الدنيا غير ما يجينيش الجوع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع، الضجيع هو اللي نعس معك، وإلا نعس معك الجوع ما يخليك في خاطرك لا في العبادة ولا في العادة. العادة ما يخليكش تنعس، العبادة ما تقدرش تعبد الله عز وجل بخاطرك. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوع ولا أحد من الناس ولا ينبغي أن يحبه أحد من المسلمين. هذه العبارة ديال الجوع التي وردت عند بعض جهال المتعبدين عبارة سيئة، كان الجوع عند بعضهم محمودا، لا ليس بمحمود، وإنما المحمود الصوم. وفرق بين الجوع وبين الصوم، الصوم ليس جوعا، الصوم شبع بالإيمان، وما قد يحصل فيه من الجوع فذلك ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لغيره، وهو أن تستشعر معاني كثيرة جدا، منها أن تعرف أن الله عز وجل قد رزقك من النعم ما تسد به مثل ما أنت عليه من الحال من الجوع. أما باش تقلب على الجوع أنت براسك لا يجوز. مثلا يكره بل قد يحرم على الإنسان أن لا يتصحر قصد أن يشعر بالجوع، حرام عليك ما تصحرش في رمضان أو في النافلة باش تقول ودي خليني نشعر بالجوع، لا يجوز، هذا بدعة، لا يجوز. ما خصكش أنت تقلب على المشقة، إذا جاءت إذا جرت مع العبادة جبتها العبادة بلا ما تقلب عليها أنت مأجور عليها إن شاء الله، أما تقلب عليها لا، هذا لا يجوز، ما تقلب شيء على الجوع. تصحر متأخرا وأفطر مبكرا، إذا الجوع ليس مطلوبا لذاته، وأعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فإذا المؤمن الكيس الفاطن من يسلك إلى الله عبر سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا كلمة الإمام الزهري: إذا دخلت بيتي ووجدت رغيفا وشربت ماء فعلى الدنيا العفاء، لأنه حينئذ يكون قد سد منافذ الفتنة على نفسه. الفتنة ديال الفقر المادي والفتنة ديال الجوع سد لها الباب ديالها باش كيتفرغ للعلم وللعبادة، لأنه كان من العلماء يتفرغ بعد ذلك للعلم، لأن الجوع ما يخليه يقرأ ما يخليه يكتب، وللعبادة أيضا. فالرزق الذي يكفيك الله به الجوع رزق عظيم، نسأل الله العافية لا يكتب ولا شيء مسلم. إلى سديت رمق نفسك ووليداتك والأسرة ديالك احمد الله فأنت بخير، ما بقي لك حينئذ إلا أن تتفرغ لعبادة ربك وللعمل مما أمرك الله عز وجل، ما بقى ما يفتنك، فلا تفتتين بما هو دون ذلك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. ولذلك إذا حقق المؤمن هذا، حقق المؤمن الكفاية، قال الله عز وجل بعد ذلك مباشرة: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سديت الكفاة ديالك مرتاح، فذلك غاية الدنيا، فإذا بقي لك غاية الآخرة، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
وطبعا لا يمكنك أن تأمر أهلك بالصلاة حتى تكون أنت قد أمرت نفسك بها. واصطبر عليها الاصطبار، وهذا الحرف الزائد الطاء، لأن الأصل ديال الكلمة اصبر يدل على زيادة في المعنى، كما قلنا قبل في هذه الحلقات كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. من اللي زاد حرف راه زاد شوية المعنى، وهو تأكيد الصبر ومداومته. الصبر الصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله. واصبر قد يكون متعلقا بالواحدة بالمرة، كتوقع واحد القضية واحدة مرة واحدة اصبر عليها كدوز، ولكن الحاجة ديال الدوام ما يكفيكش فيها الصبر ديال ساعة، خصك الصبر ديال الدوام. والصلاة عبادة مستديمة، ها الفجر ها الظهر ها العصر ها المغرب ها العشاء، ها الوضوء ها الاغتسال ها البرد ها الحرارة، أحوال كثيرة من المشاق تلحق المؤمن في عبادته طيلة عمره. صباغ الوضوء على المكاره مثلا، ولذلك قال واصطبر عليها. محن الصيف بوحدها ومحن الشتاء بوحدها، إلى جاء البرد ديال الشتاء كنقولوا يا ليت يجي الصيف، الواحد كيتوضى في الراحة ويصلي في الراحة. كيجي الصيف كيصعب الفجر، يا الله ساعة ولا ساعة ونص ديال الليل اللي كيبقى لك باش تنعس، كيجي الفجر صعيب. ملي يجي ليل الشتاء طويل كيجي فيه البرد. ولذلك الله عز وجل يبتلي العبد بسير طويل، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك قال أيضا واصطبر عليها، دوام هذا واصطبر عليها. لا نسألك رزق، الرزق ربي تعالى كفاك همه، نحن نرزقه. والحساب التالي للمتقين والعاقبة للتقوى، كل ذلك ابتدئ فيه بمنزلة الفقر. ولا تمدن عينيك، إذا بديت من هنا توصل للتقوى بإذن الله عز وجل. الفقر إذن صفة محمودة بهذا المعنى الذي ذكرنا، لكن كيف السبيل إليه؟ لأنه ماشي الفقر هو أنه ترمي فلوسك، ليس هو هذا كما بينت، فهو صفة نفسية إيمانية معنوية. كيفاش يكسب الإنسان؟ إنما يكسبه العبد عمليا بالحفاظ على الصلوات وأوقاتها. ولذلك حينما نهاه أمره، نهاه عن مد عينيه إلى ما متع به أزواجا منهم، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. من اللي قلع له هذه أعطاه البديل، وامره لك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الصلاة هي أعلى مراتب الشعور التعبدي لدى الإنسان. فاش كيحقق الإنسان معنى العبادة على التمام حينما يركع ويسجد لله عز وجل، ويكمل ذلك حينما يرتبط بمواقيتها ومساجدها وجماعتها. ثم كيوجد الإنسان نفسه أنه الذي يكسب هذه الصفة ديال عبد الله. فإذا تحقق له وصف عبد الله تحقق له الفقر إن شاء الله، بمعناه المحمود لا بمعناه المذموم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وسلم سليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.